أما هلأ رشا بننتقل لمادتنا التالية. رح نحكي عن الفن قديش له دور كتير كبير لو اجتمع مع التربية. لما نقول تربية وتعليم، الفن له أثر كتير كبير على نفوس الطلاب وحتى صحيح. علينا نحن الكبار قديش بيأثر فينا. أكيد نور، ودائما نقول الفنان التشكيلي له عالمه الخاص، له روحانيته الخاصة، ودائما نشوف روحه ونفسيته بتنعكس داخل لوحاته. أكيد لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر لما تشترك التربية والفن سواء، قديش بيأثر على نفسية الطلاب وحتى بتعليمهم. أمور كتير مهمة عن الفن قديش بتنعكس على شخصيتهم. معنا موجه مادة التربية الفنية في تربية ريف دمشق الأستاذ موفق مخول، فنان تشكيلي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا هيك نحكي من الفعالية الأخيرة لحضرتكم، نحكي عن الفعالية اللي كانت عن معرض البيئة في وجدان التربية. نحكي كيف كانت الفعالية ومين كان المشاركين ضمن الفعالية؟ طبعا هو كان المعرض وتحية خلينا نسميه لعمال البيئة اللي عندنا بدمشق. الفعالية كانت قائمة فيها تربية دمشق. الهدف إنه كنا احنا انه نكرم هدول الأشخاص المهمين بحياتنا اللي كل يوم نصبح فيهم ونشوفوا عند الصبح بنشوف المنظر الجميل كيف عم بيشتغلوا، بيعطونا طاقه بيعطونا حب، انه كيف نعمل علاقه يعني نمتن العلاقه بين الطفل وبين هالرجل، هذا رجل التنظيفات، عرفت كيف هالمهنه شوي اللي عندنا بمجتمعنا شوي هيك في يعني احيانا تحسي انه مظلومه. صحيح، وفي صوره نمطيه نحن عم يعني عم نعرف الطفل اليوم على قديش هيدا الشخص عمله مهم وموجود، قديش مهم بحياتنا وقديش لازم نحبه وقديش لازم نعطيه طاقه للشخص هذا، لانه هذا الشخص كمان بحاجه طاقه حب. عرفت كيف؟ يعني معقول عم ينظف لنا شوارع، عم ينظف لنا قدام بيوتنا. قد ايه مهم تكريمهم اليوم؟ يعني قديش مهم تكريمهم؟ هيك لو هي اللفته البسيطه يمكن بتاثر كثير. هو انواع المحبه، عرفت كيف؟ هو يعني رسوم اطفال سموهم رجال التنظيفات، عرفت كيف؟ رسموهم هن عم يقوموا بعملهم اليومي الصباحي، عرفت كيف؟ الاطفال قاموا بيرسمون، عرفت كيف؟ صار في حوار بينهم وبينهم، كرمناهم، صورنا معهم، عرفت كيف؟ حسسناهم انه حتى لباسهم هذا اللي لابسينه مهم جدا بالنسبه لنا. يعني هذا اللباس فيه رائحة حب، رائحة عطاء، اللباس تعب وجهد، تعب أبتكيب. كان في مشاركة من طلاب المشاركين طلاب دمشق، مدارس دمشق أبتكيب، مراكز فنون تشكيلية. نحن عندنا 15 مراكز فنون تشكيلية بدمشق. طلاب هني تبع مراكز هني اللي عملوا أعمال فنية. في فرح كان، في يعني شعرت أنا يعني الحالة كانت كتير فيها حب ومعنويا يعني معنويا كثير. هي احد نشاطاتنا اللي احنا عم نقوم فيها. كيف بدا اخر نشاط عملناه من يومين ثلاثه، اخذ ضجه، يعني بمعنى اخذ ضجه انه اخذ يعني تفاعل على السوشيال ميديا. صح، تفاعل حب اخذ. كيف وهي كل ما شئنا على فكره احنا ماده فنون التربيه الفنيه التشكيليه عند الاطفال هيك بتصير تفعيله. يعني انت ما عملت هيك معارض وهيك مشاركات وهيك مسابقات ما بتفعلي الماده، ما بتفعلي. عرفت كيف؟ والأجمل من هيك إنه الأطفال بيجوا مع أهليهم، بيجوا مع أصدقائهم، بيجوا مع أمهاتهم، عرفت كيف؟ هذا كثير مهم على فكرة، بتحس أهلي كمان مشاركين. والطفل يا حرام كثير جدي، يعني كثير محترم، كثير بيعجبك الحب. بتلاقي بده يصور معي، بده يصور مع رجل التنظيفات، بده يصور قدام لوحته. حتى لما يرسمه، لما يعبر عن حبته، كيف بتكون طريقة التعبير مختلفة عند الأطفال؟ حتى طبعاً يعني الطفل له بيفكر، يعني الطفل بيرسم اللي بيحبه، بيرسم اللي بيعرفه، بيرسم اللي بيشوفه، ما بيرسم اللي بدك إياه أنت. صحيح، ما فيك تمني عليه. في كيف هي براءة الأطفال بالفنون التشكيلية. وأنا كثير عم بركز على القصة الصية، كيف إنه لازم لأنه مادة الرسم والموسيقى هي أهم المواد اللي بتخلي الطفل دائماً يتفاعل مع الأشياء اللي حواليه، بتحرك العقل تبعه، لأنه كل مواد أنت بتعطيه للطفل إلا بالفنون بتاخذي منه. يعني أنت صحيح. بالعربي إلا بتعطيه، بالإرياضيات بتعطيه، بالإنجليزي بتعطيه، إلا بالفنون بتاخذي منه، يعني هو بيعطيكي. لذلك المواد هي اللي بتخلي العقل تبع الطفل ينمو، بتخلي عقل الطفل يتحرك، يفكر، يكون محب. المواد الأساسية هي اللي احنا المواد اللي شوي الساعة مظلومة في مجتمعاتنا، لكن التربية أعطت أهمية كثير على فكرة، وغيرنا المناهج آخر فترة. كان منهج كثير مهم على فكرة، يعني كثير علاقة بالبيئة والطفل
وعلاقة الطفل بالمجتمع التكييف كثير. صحيح. ركزنا على الموضوع هذا بالمناهج الجديدة اللي كان فيها كتاب خاص للفنون التشكيلية. صحيح. كتاب خاص للفنون التشكيلية، يعني تصور الطفل صعدوا كتاب خاص للفنون التشكيلية. هذا الشيء برأينا كثير مهم في كيفها انه نحن كيف نفعل هالمادة هي، لأنه يعني كل الأطفال بيحبوا الرسم. صحيح. كل الأطفال بيرسموا لعب، حتى لو ما كانوا موهوبين ما في موهبة، في مخيلة، في مخيلة تماما. يعني هلا أي طفل جيبي له أي ألعاب حطي له قدامه علبة ألوان وجيبي له بياخذ ألوان بيرسم الذكي لأنه هي عملية منه. هاي مو شرط يكون فنان يطلع فنان، لكن شرط يطلع إنسان ذكي، لأنه هي حواس. صحيح. إذا أنت ما حركتي حواس الإنسان بالموسيقى والرسم والقراءة في كيفة والرياضة، ما بتخلي أنت عقل متكامل. صحيح. ما بتخلي عقل عندي مواد أخرى مهمة، بس لكن إذا اختصرتي عليها بصير عقل حفظي. إحنا بدنا عقل إبداعي، تلقيم، بدنا عقل إبداعي في كيفة. بلحنا المواد هي كثير في تركيز بالعالم كله، بس عنا على فكرة العالم كله. هلا في بعض الدول اعتمدوا على المواد هي فقط في تنمية العقل. المعلومة بتاخذيها أنت منين ما كان، لكن السلوك ما بتاخذيه الا من اصدقاء، الا من رفقات. الابداع بتاخذيه، اما ما بتفتح النت بتاخذيه معلومه، تاريخ فلان بتاخذيه معلومه، لكن العلاقه اجتماعيه، كيف علاقه تربويه. مدرسه دوره مو معلومه، مدرسه انت كيف تنمي عقل الطفل، كيف تنمي علاقاته الاجتماعيه، كيف الالتقاء مع رفقاته، كيف هلا مثلا بالرسم بيرسموا بياخذوا الوان من بعضهم، بيحكوا بعضهم، بيطلعوا على بعضهم، بيتاثروا ببعضهم. عرفتي كيف؟ هي كل الاشياء هي طبعا هي مهمه جدا بتنمية شخصيه الطفل. الطفل يصير عنده شخصيه خاصه فيه، يرسم اللي بده اياه، شيء له علاقه فيه. عرفتي كيف؟ لذلك احنا عم نركز دائما، ولازم نركز دائما، ولازم كمان نتطور اكثر في هذه الماده هي. هالماده هي والموسيقى اللي برايي من المواد مهمه جدا جدا جدا، وكثير مهمه على اثر ونفسيه وشخصيه الطفل. يعني حتى بعلم النفس بيقول لك اذا بدك تخلي الطفل فرحان او مبسوط خليه يرسم، يعبر عن مكنوناته الداخليه. طبعا لما انت الطفل قدام لوحده بيجي اهله، بيجي مثلا وزير، وبيجي محافظ، بيجي انا، بيجي الاذاعه، بيجي التلفزيون، عم بيصور الطفل قدام لوحده وعم بيشرح لك عليها. هي كثير مهمه على فكره، ليش بحس هو حاله مهم كيف؟ قديش الناس مهتمه بالعمل تبعه، وهذا بنمي شخصيه عنده. صحيح. من خلال الماده هي. زي كل المواد فيها نشاط، فيها نشاط جسدي وعقلي. كيف؟ كثير بتعطي ابداع للعقل، للعقل البشري يا اخي. واحنا هلا مهمتنا احنا مو نخلق فنانين، لا. فنان بكره واحد بيصير يا فنان يا دكتور يا مهندس يا بيختار، بس لكن العقل لازم يكون في يعني تطور، يكون في ذكاء، يكون في عطاء، يكون في محبه، ما يكون عقل جامد. عرفتي كيف؟ احيانا فوتي على اطباء انت بتلاقي في دكتور احيانا بيستقبلك بطريقه جميله وبيحكيك بطيبك، بحكيه بحديثه بذكائه، وفي دكاتره بيكونوا شاطين بس ما عنده قدره، انه بتحسي حالك انه صار عندك هيك نوع من رده فعل. عرفتي كيف؟ لذلك الذكاء البشري بالحياه كثير مهم نحن نشتغل عليه، لأنه هذا حكلتني بحاجته. بحاجة الشوفير باص يكون ذكي، بحاجة الضابط يكون ذكي، بحاجة المهندس يكون ذكي، يكون في علاقة اجتماعية ذكية. هي أنت المجتمع بتبنيه هي، لكن المعلومة تجاب لي مكان فيك تحصلي عليها من مكان معلومة، لكن العلاقة الإنسانية بدك أنت تعيش مع الآخر كيفها، وتعيش من المواد هي اللي بسموها هي المواد هي الإنسانية، هي مواد إنسانية، الرسم والموسيقى والرياضة وإلى آخره. واحنا عندنا كثير مشاريع، يعني اولا دخلنا الفن على الشارع. شفت اللوحات الجداريه اللي عملناها بالمزي، عملناها عند وزاره التربيه. عرفتي كيف؟ لانه انت كمان بدك تحرضي الطالب انك انت انه كيف يشوف. وبيقول لك احد الفلاسفه بيقول لك انه الطالب بالمشوار من بيته للمدرسه لسه مهم واهم من المدرسه، بيعطي طاقة وقت بيشوف هدول اللوحات. يعني الطفل اللي بيمرق بالطريق بيشوف شيء جميل، بيشوف ناس عم بتحاوروا كلياتنا، كلياتنا وقت بيشوف منظر هيك حلو بيجي كيف بيحرك كل الادراكات. وهي كانت من اجمل اللوحات الجدارية لانه كان في رسالة لما قدمتوها وعملتوها في دمشق، حتى كيف فينا تدوير فينا نقول المواد الأولية، المواد اللي فينا ما نكبها، فينا نعمل منها لوحة. كان في هيك رد فعل جميل من كل الناس. صحيح. لما شافتها يعني رسمته هيك فرحة وبسمة بتشبه الألوان اللي كانت على هي الألوان الجدارية. صحيح.
نحن من 2011 ما بلشت الحرب او الازمه بسوريا، كان احنا اخذنا عاتقنا كلياتنا كفريق ايقاع الحياه تابع لتربية دمشق انه لازم نشتغل بالشارع. بتفتكر الشارع كان كثير حزين، كثير كان في عنده خوف كئيب. بتفتكر فبدانا بلوحه بسام حمشو بالتجاره صحيح. وبعدين جينا هون على لوحه المزه نهله زيدان. في كان تفاعل الناس فرحانه مبسوطه صحيح. انت بتشوف الانسان عم يعني بيلون حيط عم يشتغل فيه، اللون بيعطي فرح على فكره، بيعطي طبعا. حياه. وكل دول العالم على فكره المتطوره بيعتمدوا على الشوارع اكثر من الاماكن المغلقه. المغلقه جميله لكن محدوده الاشخاص صحيح. محدوده الاطر الى اشخاص معينين. اما الشارع في بتمر عليه الاف الناس، عرفت كيف؟ اطفال بتمر عليه، بتمر عليك ثقافات مختلفه، اعمار مختلفه، اجناس مختلفه، كله بيشوف العمار بتاسرف. يعني انت بتروح مثلا على باريس فورا بلفت نظرك الشارع، الساحه معينه كذا، حديقه بلفت نظرك او اي مكان. كمان بيكون عندك احنا بسوريا مرقنا قدام فناء مكان بنشوف المحل بنشوف الشارع، هي كلها تاثيرات بصريه، ثقافات بصريه، عرفت كيف؟ احنا بحاجتها انه نشتغل عليها بدمشق وغير المحافظات. افتكي احنا عملنا كفريق ايقاع الحياه، عملنا كذا مشروع توفقنا فيه، يعني معنى توفقنا فيه الناس حبتنا، يعني ما توفقنا فيه ماديا، الناس حبتنا. افتكي معنويا افتكي الناس الختياريه بيحكوا معك بيسالوا معك شو عم بتساوي شو عم بتعملوا، يمكن بيكون لهم هيك مشاركات بسيطه. طبعا في ناس جابت اغراض لك والله خذ عندي الصحن هذا مكسور ما بدي اياه، انكسر معي الصحن هذا مهم جدا بحياتي، ممكن تحطه بالحيط مثلا فنجان قهوه. هلا فنجان مثلا قهوه، انت قاعده مثلا بيتك هلا عم تشربي فنجان قهوه، فنجان بكون مثلا مصرك عم تشربي فيه 10 سنين صار لك، بتحسي هذا كان صديق لك، يعني عرفان كل قصصك كل همومك وعرفان كل مشاكلك، الفنجان عم بيشاركك كل يوم. حتى انت ما بتشربي غير فيه الفنجان، صار له خصوصيه كثير. صدفه كسر الفنجان ما فيك تكبيه بزباله، بس تفضي فيه مكان معين نخلق منه شيء جميل، نحن بنحطه بلوحه جداريه هي. عرفت كيف؟ يعني انا ابي ما توفى الله يرحمه عاش عندي فتره طويله يعني 85 سنه برك عندي، توفى في غراضه وفنجانه وكاسته وغراضه وكذا حطيتهم باللوحه. بالعكس هيك كل مره بروح بزورهم بزورهم، كل مره دول بشوف الفنجان تبعه وبشوف اغراضه وبشوف شكله مفاتيحه وبقداحته حاطه باللوحه. عرفت كيف؟ الجداريه بالطريق هيك انت بتقيمي، هي قيم انسانيه انت بتكبسيها كمان خلال عمل الفني التشكيلي، وبتعلمي الاطفال انه ما يكبوا شيء، كل شيء مهم بحياتنا على فكره. صحيح، ويمكن قد ما حكينا عن العمل الفني ما بنوفيه حقه، بنشكرك في الختام الفنان التشكيلي مخول على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق. شكرا، بنتمنى هذا المشروع يستمر، نشوف لسه مستمرين جميله على مساحه ارض الوطن. شكرا كثير، شكرا لكم، شكرا عافيه، شكرا لحضورك، صباحك جمال وطاء ايجابي على طول. تسلم عينكم، شكرا شكرا، وتم في حب نعمل كل شيء ان شاء الله يا رب. شكرا، شكرا.